تغيرت برشا حاجات، حاجات تحسنت وحاجات رجعت إلى الوراء، اعتبار اللي نحكيه على المنطلق بناء الدولة الحديثة وقت بورقيبة خذ الحكم. أول ما بدر به هو تأسيس كتابة الدولة للثقافة، كتابة الدولة للثقافة في عام معتها في عام 62، أثر الخطاب الكبير متاعه يوم 7 نوفمبر 62. ومن خلال الخطاب هذية نجم تقول استراتيجية الدولة الحديثة ترسمت في مجال المسرح، في مجال المهرجانات، في مجال السينما. وفي 67 معناتها المدة قصيرة برشا، أن توجد معناتها مهرجان أيام قرطاج السينمائية. لماذا؟ لأن بورقيبة كان عنده اهتمام كبير بالثقافة الإفريقية. وبطبيعة الحال ما ننساوش زميله وصديقه في نفس الفترة ليوبول سيدر سنغور، خلق الكونسيبت نتاع لا نيغريتود، المزنجة اللي ينوه بالزنجي وينوه بالرجل الإفريقي. نحب نقرأ الماضي لأن الماضي فيه لحظات مضيئة جميلة برشا. الآن عندنا أزمة النص المسرحي، في حين الفترة السابقة ما كناش نعرف أزمة النص المسرحي. علاش؟ لأن مثلا نأخذ مثال مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات، كانت الافتتاحات والاختتام كان بنص تونسي وبمجموعة تونسية لحما ودما، إلى جانب أن بطبيعة الحال نستدعاو معتها مخرجين كبار من العالم الكله، جون ماري سيرو اللي هذا المخرج ينتسب يقول مخرج العالم الثالث، لأنه الأطروحات اللي قدمها جون ماري سيرو هي تهم العالم العربي وإفريقيا بالخصوص، بحيث ثم لحظات منيرة جدا اللي فرطنا فيها. والآن نشكو فقدان النص المسرحي. علاش؟ لأن ما عادش عندنا مصطفى الفارسي، ما عادش عندنا تيجاني زليلة، ما عادش عندنا عمر بن سالم، ما عادش عندنا مع الأسف سمير العيادي الله يرحمه، عزين المدني، والقائمة تطول. وهذه فترة اللي كانت الدولة تؤمن بأن بإيجاد هالفكر هذية. الآن تغيرت الأمور، تغيرت. صحيح أن الفن المسرحي فن حي، فن دائما يتجدد، دائما يعيد النظر في مكتسباته الفنية والجمالية والفكرية، هذا الكل صحيح. ولكن الخطأ فين؟ هو أن نسف الماضي هكا بشكل غير موضوعي. وهذا يخلي دائما ثقافتنا دائما تعيش حالة هالتردد، حالة الانفلات هذه، واللي ما نحبوهاش أنها تستمر. إن شاء الله أن مع هالدولة الجديدة الحديثة ومع هالوزارة الجديدة اللي يديرها أستاذ عنده ملم بكل الشأن الثقافي، أنها تتغير برشا حاجات. ثم برشا أعمال أخرى اللي تحكي على الثورة، ولكن بشكل مباشر، واللي أنا هذية من الحاجات اللي ما نتبنهاش تبني الكامل. أنا ضد معتها العمل اللي فيه في إيحاء فيه تخلي الجمهور هو بيدي يشاركك الفرجة، يخلي اللي بيدو يستنبط قراءات أخرى. وهذية يلزم في مستوى الكتيبة هي محددة لكل الأهداف هذه اللي نحكي عليها. ثقافة، رغم نحكي على الآن وزارة الثقافة الآن عندها إدارة مهمة، عندها وزير متحمس، عنده وزير ربما من الوزراء اللي داولوا على الوزارة هذه منذ الثورة إلى الآن اللي عنده مشروع. لكن هالمشروع هذية شنو باش نحقه منه؟ في ميزانية 0.79%، شنو باش يجزم تحقق؟ في حين الطلبات كثرت، المهرجانات عندها ما تنجمش تصنع مهرجان ب50,000 دينار و100,000 دينار، ما عادش تنجم. إذا باش توفر فرجة محترفة، فرجة راقية، ما عادش الدعم هذية ما عادش قادر باش يخلق هذية. رغم تفاؤلي
ما نتصورش أن باش تغير الأشياء كثيرة. وقتاش تتغير الأشياء الكثيرة؟ وقت الدولة تقول أنا أراهن على الثقافة. كيما بورقيبة، نعود ونرجع، بورقيبة راهن على حاجات قطعات، راهن على التعليم. قال أنا هالشعب هذايا نحب نكونه ونحب نتناقش مع ناس متكونة، مش ناس جاهلين. اختيارات